طلب رايكم سي العربية، شنو هو رايك؟ العربي باهي تحفون، راجل باهي، راجل ممتاز، ديما نتبعوا في قناة حنا بعد وربي يوفقوا. ننتخبوا؟ ننتخبوا بالطبيعة. أي والله ديما نرى أنا ديما متبعته. ما تغيرش رايك؟ لا لا أبدا وربي يوفقه إن شاء الله. شنو رايك؟ العربي نصر يعجبني أنا. والله بصدق. ننتخبوا؟ ننتخبوا علاش لا؟ العربي نصر مرشح للرئاسة وطلب رايكم، تنتخبوا ولا لا مدام؟ يستاهل. ها؟ يستاهل. بربي. والله. يعني أنت سامحني أنت تنتخبوا ولا لا؟ ننتخبوا أي. بربي. والله. ما تغيرش رايك؟ ما غيرش رايك. نشوفه مناسب. ها؟ نشوفه مناسب. تنتخبوه معناها العربي نصر ولا؟ نعم نعم بصدق طبعا. ما تغيرش رايك؟ ما نغيرش رايي بالكل والله. العربي نصري انا ننتخب. تنتخبوا ولا؟ ننتخب. ها؟ اي ننتخب. صدق. والله بصدق. ما تغيرش رايك؟ لا لا ما غيرش رايك. تنتخبوا ولا العربي نصر؟ بيان سير. ها؟ بيان سير. تنتخبوا؟ ننتخبوا عادي. صدق ننتخبوا. ما غيرش رايك؟ ما غيرش رايك. العربي نصر ولا؟ اي باهي العربي نصر. تنتخبوا؟ اي ننتخبوا. ما تغيرش رايك؟ لا لا والله باهي سي العربي نصرة، باهي قناة حنا بعد تعجبنا وباهي. إذا لقيتوا العربي نصرة تنتخبوا ولا؟ ننتخبوا إي والله بصدق. ما تغيرش رايك؟ لا ما نغيرش رايي لا. أنا ديجا جو سوي بور العربي نصرة خاطر في دي بيان افيك لي جون، عمل باهي مع العباد فهمتني؟ وإنسان ما عندوش زايد ناقص اللي ثم على الكارت. ننتخبوا إن شاء الله إن شاء الله. تنتخبوا ولا العربي نصرة؟ ها؟ انتخبوه هي. صدق. صدق. غير شرايك؟ لا لا. ماذا بين العربي نصرة؟ انتخبوا العربي نصرة كان لقيت اسمه؟ ننتخبوا، علاش لا؟ بصدق ننتخبوا. ما تغيرش رايك؟ ما نغيرش رايي، علاش نغير فيه؟ كل صراحة تنتخبوا أم لا العربي نصرة؟ لحد الآن، إلى حد الآن اللي قاعد يقيم به يتسمى 70 ولا 60% سمح. لان عاون برشا ناس وكل شيء، برشا برشا ناس في قناه حنا بعالك، قناه حنا بعالك هذا متواصله وكذا سمحه ان شاء الله. وربي ان شاء الله ينجح وربي يوفقه. ننتخبوا؟ ان شاء الله بحول الله. والله العربي نصر ناس طيبه بالحق قطع النظر ولا كل شيء. والله ناس طيبه بالحق. ننتخبوا؟ والله بقدره الله. قدره هو انسان طيب. انا متوصف فيه كل خير وربي يقدر خير وكذا. فهمت؟ يعني نجم نعتبر انه صوتك العربي نصر لا ما نعرفش. قدره الله. قدره الله. انا من الناس اللي معناتها مش مرمي رود ولا حنا باله، لا انا من الناس نحب يعمل في الباهي وما سمعت عليك الباهي، وان شاء الله ربي يسهل فيه في الباهي وهو من الباهيين وان شاء الله ربي يسهل فيه. عربي نصر انسان طيب ياسر ومعناتها سمعت عليه برشا حاجات، معناتها غادي يعاون في برشا عباد محتاجين وغادي يقوم بالواجب وديجا احسن قناه هي قناه حنا بعد. انتخبوا انت؟ انا واحد من الناس انتخبوا. لا غيرش رايك؟ لا لا تنتخبوا العربي نصرة؟ من غير شك نتخبوا، احنا اللي يجري المصلحة للوطن احنا معاه. ما تغيرش رايك؟ ما نغيرش رايي. صحل عزال عملوا العربي نصرة والناس كل شكروا البحر. بربي والله. تنتخبوا؟ ننتخبوا العربي نصرة. الناس كل ينتخبوا بحول الله. تنتخبوا العربي نصرة؟ والله علاش لا؟ صدق. صدق. ما تغيرش رايك؟ لا. لو نسألوا على سي العربي نصر اللي باش يكون مرشح للرئاسه ان شاء الله. سي العربي ان شاء الله. شنو رايك؟ ان شاء الله حاجه سمحه ياسر والله العظيم، حاجه سمحه ياسر ونحبوا ياسر. ننتخبوا؟ ننتخبوا ولا ننتخبوا. هات الورقه تو تحك تو. ما تغيرش رايك؟ لا لا شيء تو تو هاتها على البلاصه. انت علاش تحبه ما فهمتش؟ انا نحبه حتى معناتها انسان حقي واقعي يمشي في الصحيح ما يخاف من حد كلمة يقولها. العربي نصر مرشح للرئاسه وطلب رايكم في صفاقس، شنو رايك باب؟ اش عندي ما نقول فيه؟ اش عندي ما نقول فيه؟ والله تنتخبوا؟ تخبو اذا كان جد. معناتها شنو عن قناعة ولا مجاملة ولا؟ لا لا عن قناعة، لأنه فهمت ولا هذاك هو يحكي في الواقع. حتى في التلفزة يحكي الواقع. احنا شخصيا تاعنا العربي نصر باش يكون مرشح للرئاسة وطلب رأيكم، شنو رأيك؟ والله أنا مع ترشيح العربي نصر للانتخابات الرئاسية القادمة، معناها علاش لا؟ فهمت؟ انتخبوا؟ أكيد. مع شخصية مستقلة بعيدة على كل الاحزاب السياسيه لا معناها ني اكستريم اون غوش ني اون دروات، فهمت؟ معناها نجمو نقبلوه معناها كشخصيه وسطيه معناها، فهمت؟ وبين بالكاشف القناه نتاعو كونها قناه معناها محايده بعيده على كل التجاذبات السياسيه الموجوده في البلاد معناها. باهي العربي نصر معناها فيما نقولوا. انتخبوا؟ انتخبوا؟ بالنسبه لك انت مدام؟ بالنسبه لي انا ننتخبوا.
بصدق كل صدق. غير شرايك؟ ما نغيرش رايي بصدق. اي العربي نصر اللي عنده قناه حنبه مرشح للرئاسه، شنو رايك؟ طلب رايكم هو في صفاقس. بالنسبه لي هذاك اقوى معطى، هيك اللي يستاهل، فهمت؟ بارابور اللي يعمل فيه مع العباد مع المواطنين، هيك اللي يستاهل فريمون يكون رئيس. العربي نصر من اعز ما هو موجود في الثقه، في المعامله الطيبه مع المواطن التونسي، في تصرفاته، في كل مهما حاجه. تنتخبوا انت؟ نعم. تنتخبوا انت؟ انتخبوا وان شاء الله، وان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يكون من نصيبه. بالنسبه للسي العربي نصر، فهمت ولا؟ بصدق معناها لا خوف ولا تميع، الخوف من ربي وتميع في ربي كما يقولوا. بالنسبه للسي العربي نصر نتمنى له كل خير. عربي نصر تنتخبوا؟ ننتخبوا. اي غير شرايك؟ ما نغيرش رايي. والله ايش باش نقول لك، سي العربي نصر ما انتقام برشا مجهودات، وحسب ما انت ما نشوفه في التلفزه والكل، هم كيفاش ما انت مشكور من كل النواحي، هم كيفاش ما انت، وخاصه في اعانه ما انت الضعفاء والكل، قاعدين نشوف هذا الكل قاعد يتعدى عبر التلفزه، ما انت تفرجوا فيه ما انت بدون تعليق، ما انت انا واحده من الناس ما انت نشجع ال انتخبوا مدام مثلا. هاي نتمنى سيدي انت ونكون ما انت جدير بال، نتمنى اللي يكون عند حسن الظن ماذا بينا انتخبوا. انتخبوا بحول الله ان شاء الله. نجم يكون رئيس معناها، و يقدم البلاد برشا حاجات، كما قاعد يقدم التو في حنا بعرف برشا برامج سمعها برشا. اعز ما اختاروا صاحبي نصر معناتها من القناه نتاع حنا بعرف وكل، معناتها من ناحيه برامج، من ناحيه كل، ومسامح كريم. تنتخبوا انت؟ ننتخبوا بصدق. بالنسبه لك انت؟ حتى انا ننتخب بحق. ما تغيرش رايك؟ لا ما نغيرش. عز ما تختار انسان باهي يعمل الخير برشا للعباد وللمرضى. ايوا مثلا العربي نصرة رجل معناها مرحله، ورجل قادر ويزيد حنين على الشعب، والشعب يعني يحبه، وماذا بينا نشجعوه. تنتخبوا؟ ان شاء الله بحول الله. معناها هو رجل كما قلت لك مقتدر وشعبي، الناس تحبه ومعروف، واللي فيه الخير ربي يجيبه. تخبوا العربي نصر؟ اي ننتخب. مصدق. ما تغيرش رايك؟ ما نغيرش رايي. العربي نصر يقدم في انجازات كبيره ياسر، خاصه من حول يعني قناه حنبال، فهمتني؟ ونشكروه، فما اعانات كبيره للمواطنين، فما ناس مرضى، ناس محتاجين، قاعد يقوم بدور كبير ياسر. انت باش تلقاه يوم الانتخاب سد تنتخبوا ولا اذا لقيت اسمه؟ والله ننتخبوا. ننتخبوا. شنو رايك؟ شرفوا بيا سي نصرة، وما عملوا الا عمل الواجب في حنبال واكثر زي، فهمتني؟ تنتخبوا انت؟ انا ننتخبوا، انا مش ننتخبوا بصباع برك، ننتخبوا ب 10 اصابع حاجاك.